أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام. نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، نبدأ النشرة بأهم وأبرز العناوين. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات عملية السلام. وزير المالية يوقع مع القائم بأعمال سفارة اليابان لدى بلادنا اتفاقيتي تأجيل فوائد الديون الخاصة ببلادنا. قوات الجيش الوطني ترصد 51 خرقا ارتكبتها الميليشيا الحوثية الانقلابية خلال 24 ساعة الماضية. إلى التفاصيل حياكم الله. بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد من دار برقية عزاء ومواساة إلى وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني السابق ياسر الرعيني عزاه في وفاة عمه الشخصية الاجتماعية علي بن علي الرعيني، وعبر رئيس مجلس الشورى في البرقية عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم، مبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورات الأوضاع ومستجدات عملية السلام في بلادنا. وأشاد بن مبارك بالعلاقة التاريخية والمتينة بين اليمن والولايات المتحدة وبموقف الولايات المتحدة الثابت والدعم للحكومة والشعب اليمني في مختلف المجالات وخاصة في المجال الإنساني، مثمنا المساعدات الإنسانية التي تقدمها أمريكا لليمن، متطلعا إلى أن تلعب الحكومة الأمريكية دورا أكبر في تقديم الدعم الاقتصادي لمساعدة الحكومة اليمنية على تجاوز التحديات التي تشهدها في هذا الشأن. واستعرض وزير الخارجية مستجدات الأوضاع في بلادنا، مثمنا الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية لإنهاء الحرب وإحلال السلام في بلادنا، مؤكدا في هذا السياق أنه في الوقت الذي حرصت فيه الحكومة مدفوعة بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي ببذل كل ما يمكن لإنجاح الهدنة وتنفيذ التزامات الجانب الحكومي، وهو ما تكلل مؤخرا باستعادة رحلات الطيران من وإلى مطار صنعاء، إلا أن الميليشيا الحوثية ما زالت حتى اليوم تماطل في تنفيذ ما يخصها من التزامات، وخاصة تلك المتعلقة برفع الحصار عن مدينة تعز وتسهيل تنقل المواطنين والتخفيف من الأزمة الإنسانية في المحافظة المحاصرة لأكثر من 7 سنوات، داعيا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى القيام بواجبهم تجاه المدنيين المحاصرين في مدينة تعز والضغط على الميليشيا الحوثية لفتح طرق المدينة وتخصيص رسوم شحنات النفط الداخل لميناء الحديدة لدفع رواتب موظفي القطاع العام، وهو الأمر الذي سيحقق الهدف الرئيس للهدنة بتخفيف معاناة الشعب اليمني. وأشار بن مبارك إلى أنه على الرغم من إيجابية الهدنة المعلنة في وقف الأعمال القتالية والتخفيف من معاناة الناس، إلا أن عدم جدية الميليشيا الحوثية في الالتزام بها واستمرار انتهاكها وارتكابها للعديد من الخروقات المتكررة يضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لجديتها في الضغط على هذه الميليشيات للاستجابة لجهود السلام، مشددا على أهمية الاستفادة والبناء على ما قد تحقق والعمل على عدم إفشال الهدنة، محذرا مما سيحمله ذلك من عودة إلى مربع الصراع مرة أخرى، وهو الأمر الذي ستتحمل مسؤوليته الميليشيات الحوثية. وتطرق بن مبارك إلى ما تواجهه بلادنا من تحد في مجال الأمن الغذائي وما رافق ذلك من ارتفاع أسعار القمح عالميا، وكذلك عدم توفر كميات كافية خاصة للدول التي تعتمد على استيراد هذه السلع الغذائية مثل بلادنا، مشيرا إلى أن ضمان توفير وإيرادات الحبوب وخاصة القمح إلى اليمن يعد مسألة مصيرية، وأن الشبح تحقق المجاعة أصبح أقرب في حال لم تحصل اليمن على دعم الولايات المتحدة في توفير هذه السلع المهمة وبالتعاون مع المجتمع الدولي الذي ينبغي أن يعطي الأولوية للدول التي تتفاقم فيها تحديات الأمن الغذائي. من جانبه جدد وزير الخارجية الأمريكي التزام بلاده الداعم بالعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنهاء الحرب وإحلال السلام في بلادنا، معبرا عن سعادته للقاء بالوزير بن مبارك واستعراض مستجدات الأوضاع وموقف الحكومة اليمنية، مؤكدا على أهمية العمل على تخفيف المعاناة الإنسانية على كل اليمنيين، مجددا موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي ولأمن وحدة واستقرار اليمن.
حضر اللقاء سفير بلادنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية محمد الحضرمي والمبعوث الأمريكي تيم ليندر كينغ. وقع وزير المالية سالم بن بريك في العاصمة السعودية الرياض مع القائم بأعمال سفارة اليابان لدى بلادنا كازوهيرو هيغاشي اتفاقيتي تأجيل فوائد الديون الخاصة باليمن. وعقب توقيع بعث بن مبارك، بن بريك وهيغاشي أوجه تعزيز علاقات التعاون وتوسيع آفاق الشراكة بين الجانبين في كافة المجالات، كما جرى خلال اللقاء مناقشة استئناف دعم الحكومة اليابانية لليمن في مجالات بناء القدرات وتأهيل الكوادر بقطاع المالية العام والجمارك والضرائب، وكذا تأهيل الكوادر الوطنية في عدد من المجالات. وتطرق وزير المالية إلى مستجدات الأوضاع على صعيد الساحة الوطنية وجهود السلام. بموجب المتغيرات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، وكذا توجهات ورؤى الحكومة في المرحلة الراهنة لتحسين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع والخدمات، وجدد التأكيد على ترحيب الحكومة بكافة جهود المانحين الدوليين من الأشقاء والأصدقاء من أجل دعم بلادنا، وأن الحكومة حريصة كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات للمانحين واستيعاب الدعم واستغلاله بالشكل الأمثل، وذلك للاستفادة منه في تحقيق التعافي وتعزيز الاستقرار والنهوض بالتنمية، مؤتمناً الدعم الياباني الذي يعد محل تقدير الحكومة والشعب في اليمن. ومن جانبه أكد القائم بأعمال سفارة اليابان هيغاشي حرص بلاده على استمرار دعم بلاده لليمن وأهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين البلدين، مشيرا إلى الجهود المبذولة لإعادة تفعيل البرامج المشتركة بين الجانبين خصوصا في مجال بناء القدرات وغيرها من المجالات. قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن الميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تعلن أهدافها بوضوح من تجيش الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها للمراكز الصيفية في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية. وأضاف معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن ميليشيا الحوثي تتحدث صراحة عبر وسائلها الإعلامية عن استدراجها للأطفال لغسل عقولهم بالأفكار المتطرفة المستوردة من إيران وتدريبهم على القتال والزج بهم لجبهات القتال وقودا لمعاركها العبثية وتنفيذا للسياسات التوسعية الإيرانية. وأشار الإرياني إلى أن عشرات الآلاف من الأطفال الذين يحشدهم الحوثي لمعسكراته لتفخيخهم بأفكاره الطائفية الظلامية وشعارات الحقد والكراهية لا يمثلون خطرا على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي فحسب، بل يشكلون قنبلة موقوتة لتهديد الأمن والسلام الإقليمي والدولي وسيدفع ثمنها العالم أجمع. وقال الإرياني للأسف الشديد يقف المجتمع الدولي صامتا أمام أكبر عمليات تجنيد للأطفال في تاريخ الإنسانية متجاهلا مخاطر هذه الجريمة النكراء على اليمن والمنطقة والعالم وأثارها الكارثية على آلاف الأطفال اليمنيين الذين حرموا من حقهم الطبيعي في الحياة ليسوقهم الحوثي إلى الجحيم. إلى ذلك التقى وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في العاصمة المؤقتة عدن قيادات وزارة الثقافة، وذلك لمناقشة سير النشاط الثقافي في مختلف الجوانب والصعوبات التي تواجهه في تنفيذ الأنشطة. وفي اللقاء أكد الوزير الإرياني على ضرورة عودة النشاط الثقافي في مختلف جوانبه خلال الفترة القادمة وبما يساهم في رعاية المبدعين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم. وأوضح بأن هناك توجه جاد في ظل قيادة المجلس الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي والحكومة ممثلة برئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بدعم هذا القطاع وتوفير الإمكانيات اللازمة. وأشار الوزير الإرياني إلى أن نجاح المشاورات اليمنية التي عقدت بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتي أسهمت كثيرا في تشكيل المجلس الرئاسي وعودة الحكومة ومجلس الشورى والنواب إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة دورها الوطني ونشاطها لخدمة المواطنين وتنمية وازدهار المناطق المحررة، وهو ما يعكف عليه الجميع مثمنا الجهود الكبيرة والدعم اللامحدود المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ومعها دولة الإمارات العربية المتحدة لإنجاح هذه المشاورات وتهيئة الأجواء المناسبة لعودة كافة مؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن، معبرا عن تقديره لكل الجهود المبذولة للأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية لاستعادة الدولة. وأكد الوزير استعداد الحكومة تذليل كافة الصعوبات التي تعترض النشاط الثقافي في البلاد لما له من أهمية تعكس الوجه الحقيقي والمشرق للشعب اليمني داخليا وخارجيا.
وتوفير الاحتياجات الضرورية لتفعيل دور نشاط الوزارة الثقافي خاصة في الجانب المسرحي المعبر عن هموم وقضايا المواطن والمجتمع. ووجه الوزير الإيرياني قيادات وزارة الثقافة إعداد خطة تطويرية خلال الفترة القادمة تشمل تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية على المستوى الداخلي والخارجي تساهم في صقل مواهب الشباب وتنمية إبداعهم وتوفر لهم فرص عمل مساندة، مؤكدا على أهمية الكتاب وطباعة الأعمال التي تساهم في توعية المجتمع ومواجهة الفكر الإرهابي لميليشيا الحوثي التابعة لإيران. كما وجه الوزير الإيراني بسرعة إعداد الدراسات المتعلقة بإعادة تأهيل وترميم عدد من المواقع الثقافية في عدن خاصة قاعة فلسطين للمؤتمرات، مؤكدا ضرورة تضافر العمل المشترك وفقا للاختصاصات واللوائح التنظيمية للوزارة، وذلك بما يسهم في تعزيز النشاط الثقافي في بلادنا. ناقش اجتماع عقد برئاسة وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد عددا من الموضوعات المتعلقة بنشاط ميناء عدن وأهمية رفع كفاءة نشاط الميناء وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للقطاع التجاري والوكلاء الملاحيين. وتطرق الاجتماع إلى إشكالية ناقلات النفط المتهالكة في الميناء وسبل الوقاية من وقوع حوادث تلوث أو غرق من الناحية القانونية والإجرائية والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، إضافة إلى الخطوات المترتبة بشأن قضية حرم وأراضي الظهير للميناء وما تمثل هذه المساحات الاستراتيجية في تطوير وتوسيع الميناء والخدمات البحرية المقدمة فيه. وأكد الوزير بأن الوطن اليوم يمر بمرحلة سياسية جديدة بعد مشاورات الرياض وما تمخض عنها من تشكيل المجلس الرئاسي الجديد، والذي يشكل فرصة تاريخية لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحديثها ورفع كفاءتها وتحسين خدماتها وإعادة إعمار المناطق المحررة وتحسين الخدمات التي تخدم المجتمع. وأشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يوليان اهتماما كبيرا بميناء عدن كأحد أهم المرافق السيادية في دعم الاقتصاد والتنمية الشاملة المنشودة والعمل على تطوير الأنظمة وتبسيط الإجراءات واستغلال مقومات الموانئ في مشروعات استثمارية ذات قيمة تجارية واقتصادية تخدم البلاد. وإلى ذلك تفقد وزير النقل يرافقه وكيل الوزارة لقطاع الشؤون البحرية القبطان علي الصبحي سير العمل بمؤسسة موانئ خليج عدن، واستمع الرئيس التنفيذي لإدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد مزربة إلى شرح حول طبيعة المهام المناطة بكل إدارة وخطط تطوير سير الأداء في مختلف الإدارات. في عدن أيضا ناقش اجتماع تشاوري عقد في العاصمة المؤقتة عدن أنشطة مشروع الإجراءات المشتركة لدعم الأمن الغذائي والتغذية في بلادنا. وفي الاجتماع الذي ضم منظمات الأغذية والزراعة الفاو والغذاء العالمي واليونيسف، أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي على أهمية التعاون المشترك في مجال الأمن الغذائي، مستعرضا الجهود التي تقوم بها الحكومة بشراكة مع منظمة الفاو في هذا الصدد. وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون المشترك لاستيعاب التهديدات الكبيرة للأمن الغذائي وتجنب خطر المجاعة في عدد من المحافظات اليمنية التي تعاني من نقص في واردات الغذاء، وذلك جراء الحرب الحوثية المستمرة منذ 8 سنوات، إضافة إلى تأثيرات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي، مؤكدا على أهمية تحليل المعلومات والبيانات الخاصة بالمناطق المصنف سكانها ضمن الوضع الحرج فيما يتعلق بالأمن الغذائي، باعتبار هذه البيانات هي النواة التي تساعد الحكومة ممثلة بالوزارات المعنية في تنفيذ المعالجات الخاصة بالأمن الغذائي. وأضاف أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة في هذا الجانب خصوصا في المديريات المستهدفة، حيث سيؤدي إلى خلق نماذج لمشاريع مستدامة يمكن تعميمها كمشاريع تكميلية لرفع قيمة المياه الموجهة لإنتاجها الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي في ظل ندرة المياه وشحة الموارد، بالإضافة إلى المؤثرات الأخرى ذات الصلة بإمكانية استيراد الغذاء. من جانبه استعرض نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله الدحان أهمية مشاريع الأمن الغذائي للصحة العامة ورفع مقاومة الجسم للأمراض، مؤكدا على أهمية هذا النوع من المشاريع في تجنب أو تجنب أمراض سوء التغذية المتفشية في عدد من المجتمعات المحلية. شارك في الاجتماع عدد من وكلاء الوزارات المعنية بالغذاء والأمن الغذائي والمياه والبيئة والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي.
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري على أهمية العمل ومضاعفة الجهود الرامية لتحسين الواقع المعيشي للمواطنين من خلال الإعداد الجيد للخطط والمشاريع والبرامج التي تلبي الاحتياجات الحقيقية والفعلية للشعب، وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين بما يتناسب مع مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي. واطلع خلال ترأسه اجتماع انضم وكلاء ومدراء عموم الإدارات وموظفي الوزارة على تقارير الإنجاز المرفوعة من القطاعات والإدارات العامة بالوزارة والصناديق على سير العمل خلال 4 أشهر الماضية من هذا العام وخطة عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة بما على ما نصت عليه مصفوفة السياسات الواردة من مجلس القيادة الرئاسي. وشدد الزعوري على مضاعفة كافة الجهود والمراجعة النهائية لخطة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات المجتمع وتفعيل شبكة الأمان الاجتماعي وتفعيل الدور لصندوق الرعاية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بما يحقق تسهيل الإجراءات الحكومية عند التنفيذ وبما يحقق المصلحة العامة للمواطنين. وفي السياق اطلع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على المراحل الأخيرة لتنفيذ مشروع بناء مدرسة الكويت للتعليم الأساسي بمنطقة بئر ناصر بمديرية تبن بمحافظة لحج الذي تنفذه مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بدعم وتمويل من دولة الكويت ضمن حملة الكويت إلى جانبكم. وخلال لقائه بوفد المؤسسة أثنى الزعوري على الدعم الكويتي لليمن في كافة المجالات والدور الذي تقوم به المؤسسة بتمويل كويتي، مؤكدا استمرار الوزارة في تقديم الدعم والتسهيلات لكافة المنظمات والوكالات المحلية والدولية لتنفيذ برامجها التنموية والإنسانية التي تسهم في تحسين الوضع المعيشي في بلادنا. في الشأن الميداني، رصدت القوات المسلحة ارتكاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران 51 خرقا للهدنة الأممية خلال 24 ساعة الماضية في عدد من جبهات القتال، منها استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة برصاص قناص حوثي بأحد المواقع جنوب مأرب. وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، فإن خروقات الحوثيين جاءت 22 خرقا في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، وعشرة خروقات في جبهات محور تعز، وعشرة خروقات أخرى غرب حجة، وسبعة خروقات جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، وخرقان في جبهة البقع بمحور صعدة. وأوضح إعلام القوات المسلحة أن تلك الخروقات تنوعت بين محاولات تسلل باتجاه مواقع عسكرية في جبهة صرواح وإطلاق النار بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية والطائرات المسيرة على مواقع الجيش في كافة الجبهات. وذكر المركز الإعلامي أن القوات المسلحة رصدت تحركات نشطة ومستمرة للميليشيا الحوثية في استحداث المواقع والتحصينات وحفر الخنادق وكذا نشر الطائرات المسيرة الاستطلاعية في مختلف المواقع والجبهات. سلم قائد اللواء 22 ميكال عميد محمد المحفدي 2 كيلو ذهب و100 ألف دولار أمريكي و2 مليون ريال يمني بالإضافة إلى بصائر ووثائق أملاك لصاحبها في مدينة تعز. وقال العميد المحفدي إن المبلغ والوثائق التي تم تسليمها لوكيل مالكها المواطن عبد الدائم العمري عثر عليها جنود اللواء 22 ميكا في منزله الكائن في الجبهة الشرقية الذي تعرض للقصف المتواصل من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، مشيرا إلى أن الأبطال حافظوا على إيصال الممتلكات إلى صاحبها دون أي نقصان. وأكد المحفدي أن الحفاظ على ممتلكات المواطنين وحماية حقوقهم من صميم واجبات أفراد الجيش الوطني، وتعبر عن أخلاق يتحلى بها كافة منتسبي القوات المسلحة، لافتا إلى أن هذا السلوك يعد نموذجا فريدا يبرز مدى الوعي لدى أفراد الجيش. وأوضح أن إعادة الأموال والوثائق إلى أصحابها تعبيرا عمليا عن القيم التي يتمتع بها أفراد اللواء 22 ميكا والجيش الوطني بتعز رغم ظروف العوز والحرمان الذي يعاني منه الجنود بسبب الغلاء وتأخر صرف الرواتب لفترات طويلة. وعبر قائد اللواء 22 ميكا عن ارتياحه الكبير إذا ما يتمتع به أفراد اللواء من أمانة وإخلاص في أداء المهام والالتزام بالواجبات تجاه حقوق الناس والتي تعزز الثقة بين قوات الجيش والمجتمع. من جانبه أشاد وكيل المالك عبد الدائم العمري بأمانة ونزاهة أفراد اللواء 22 ميكا بتعز على إعادتهم لكل الأموال والذهب والوثائق التي عثروا عليها في منزل موكله المهجور على خطوط التماس والذي تعرض لقصف على مدى سنوات من الحرب من قبل جماعة الحوثي الإنقلابية. ولاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من قبل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وأفراد المجتمع والمهتمين بالشأن العام، وذلك لما له من شأن في تكريس ثقافة الأمانة وحفظ الحقوق والمكالمات وأداء الواجب الوطني.
لاحظتم أن هذه المكتريات تفوق أكثر من نصف مليار ولا أبالغ، ومع ذلك قاموا بتسليمها عن طيب خاطر وبقناعة وبحرص عليها. أقول في النهاية بارك الله لكم أيها الأبناء في جهادكم، وبارك في أمانتكم، وجزا الله خير من رباكم وعلمكم على هذه القيم والأخلاق النبيلة. تم اليوم تسليم الأمانة إلى أهلها من ذهب ودولارات ومبالغ مالية يمنية، وأيضا فرانصة وكثير من البصائر. هذا إنما يدل على سمو أبناء الجيش الوطني ورباط جيشهم، وأنهم يسمون عاليا وتقون للشهادة ويترفعون عن هذه الامتعاء وهذه الأغراض من أغراض الدنيا. هذا إنما يدل على قوة رباط المجاهدين وأبناء الجيش الوطني وعلى أمانتهم، وبإذن الله سننتصر بمثل هؤلاء الأبطال والرجال. وبالإضافة إلى جرائمها، فرضت ميليشيا الحوثي غرامة مالية على أحد التجار في العاصمة المحتلة صنعاء بسبب تخفيضه بعض أسعار السلع دون موافقتها. وأكدت وثيقة صادرة من مكتب الصناعة بمديرية هبرة بصنعاء استلام الميليشيا مبلغ 100,000 ريال يمني غرامة على تخفيض الأسعار بدون ترخيص. هذا وتشهد مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية موجة ارتفاع متواصلة في أسعار السلع والخدمات الأساسية تزامناً مع انخفاض قيمة الريال اليمني، فيما تفرض الميليشيا جبايات ضخمة بحق التجار في مناطق سيطرتها. الآن إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. النشرة انتهت هذه، عودة للتذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين.
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات عملية السلام. وزير المالية يوقع مع القائم بأعمال سفارة اليابان لدى بلادنا اتفاقيتي تأجيل فوائد الديون الخاصة باليمن. قوات الجيش الوطني ترصد 51 خرقا ارتكبتها الميليشيا الحوثية الانقلابية خلال 24 ساعة الماضية. النشرة انتهت، نلقاكم في نشرات إخبارية قادمة بحول الله وقوته. إلى اللقاء. إلى اللقاء.